السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم الجديد. كشفت تقارير إعلامية تركية بأن اللاعب الجزائري سفيان فيغولي قدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي الفيفا ضد إدارة نادي غلطة سراي. وأكدت ذات التقارير بأن سفيان فيغولي قدم شكوى للفيفا بعدما قامت إدارة غلطة سراي بتخفيض راتبه بدون اتفاق معه، وهو الأمر الذي جعله يشكو ذلك للاتحاد الدولي الفيفا، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة ترد بسرعة وتقدم إنذارا لإدارة النادي التركي من أجل تسوية الوضع مع اللاعب. وأصبح سفيان فيغولي مرشحا فوق العادة لمغادرة فريقه التركي غلطة سراي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق مؤخرا. يذكر بأن اللاعب مطلوب في أندية إيطالية وأخرى خليجية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الجزائري فيغولي قد أثار موجة غضب كبيرة عليه في تركيا بعد الإجراء الذي أقدم على القيام به ضد ناديه غلطة سراي، الذي أعرب قبل هذه الواقعة في أكثر من مناسبة بأنه يريد الاستغناء عن اللاعب الجزائري لمجرد أنه قد تلقى ورقة حمراء وهي الأولى في مسيرته مع الفريق نتيجة تدخل عنيف. إلا أن النادي التركي لم يرأف باللاعب الجزائري ولم تشفع له كل سنوات تألقه مع الفريق. بالإضافة إلى كل هذا، قاموا بتخفيض راتبه وبصفة كبيرة دون علمه. فأبسط الأمور التي يمكن لسفيان فيغولي أن يقوم بها للحفاظ على راتبه هو استخدام حقه القانوني واللجوء إلى الفيفا، فلا يحتاج هذا الإجراء الذي قام به الجزائري كل هذا التهويل من طرف الصحافة العالمية. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.